قد بينا لكم الآيات، ما في عذر. المنحرف منحرف، ينبغي الاطلاع على شؤونه إذا أخبرت بأنه منحرف وأعطيتني كتاب. اقرأ يا أخي، اقرأ وانظروا أن تعالم. أما بعده ما أريد إلى أخذ ذلك حسن ظن في غير محله. وهكذا بعضهم سمعنا له كلاما في هذه الأيام، وهذا يدل على عدم اطلاع وإحاطة بالدعوة السلفية في اليمن ما أخرجه من الكلام، وعدم بصيرة بما يدور في بلاد اليمن، ومن الذي يحمل الدعوة في اليمن، ومن الدعاة حقا إلى السنة. سمعنا أنه يشير إلى علماء اليمن وهم المخاذيل أصحاب الوثيقة، الذي أحدهم يقول: وإقرار من غيره انتصارات عدن إلى جهنم. فبدأ بمحمد الإمام، علماء اليمن، محمد الإمام والبرعي والصوملي وياسين العدني قتلوه وفلان وفلان، لا إله، والفيوش فيها آلاف الطلاب وآلاف الطالبات، هذا كله بسبب حاشية السوء، بطانة السوء التي تملي على بعض الناس. هذا والله أنه من العجب أنه يغفل ما عليه أهل السنة في اليمن من الدعوة الطويلة العريضة العظيمة الكبيرة التي قد عرفتها عجائز المهرة وعجائز حضرموت وعجائز عدن وعجائز لاحج وإب وصنعاء والحديدة وغير ذلك من مناطق اليمن. لو أرسلت رسولا أيها الشيخ إلى حضرموت أو إلى المهرة أو إلى إب أو إلى غيرها من بلاد الله في اليمن، لا أخبرتك أن الدعوة التي يقوم عليها في اليمن هم أهل السنة الذين ينتمون للشيخ يحيى أو الشيخ مقبل قبل ذلك. هؤلاء الذين يقومون بالدعوة حقا ولهم المراكز ولهم الطلاب ولهم العلوم النافعة والتأليف النافعة، لكن ما تسألون. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكن. هذا سببكم أنكم أحسنتم الظن بأناس ليسوا موطن حسن الظن، أناس شقوا الدعوة السلفية وأقاموا عبد الرحمن رحمه الله لشق الدعوة السلفية، وهو مغفل، أقاموه لشق الدعوة السلفية وتكتلوا علينا وحاربونا في دار الحديث بدماج وهدموا دعوة الشيخ التي أنت تشير إليه وأنه أسس دعوة طيبة وجدد معنى كلامك في اليمن. هدم الدعوة السلفية في اليمن هؤلاء الذين هم بعضهم من جهتكم تحالفوا مع من كانوا من جهتنا على ضرب دماج، وأعانوا الرافضة علموا بهذا ولم يعلموا بإضعاف دماج، وحذروا من أهل السنة وعابوا قيام أهل السنة في وجه الرافضة لما بغوا عليهم دفعا لبغيهم وجعلهم قطاع طريق وغير ذلك. وآخر سيئات هذا الرجل الذي تجعله من علماء اليمن وثيقته التي مع الرافضة يتبجح أننا لسنا مرغمين عليها، ولسنا أيضا كذلك أننا اضطررنا إليها، بل هذا اعتقدناه وقلنا ولا أحد اضطرنا إلى هذا الشيء في خطبة عيده. وهكذا انتصارات عدن إلى جهنم. يا أخي كيف ما تسمع هذا عنه وأنت عالم؟ والله ما يليق بك أنك تغفل عن هؤلاء الذين يتزلفون لك ويحسنون وضعهم عندك، وهكذا لهم أناس قريبون منك يثنون عليهم ويزكونهم، ولم تعرج على إخوانك أهل السنة وأبنائك أهل السنة الذين يحملون الدعوة حقا، ما عرجت على واحد منهم، لا شيخهم يحيى ولا كذلك أيضا غيرهم ممن يحمل الدعوة، ما عرجت على واحد. هذا والله ظلم، أن الدعوة وهذا الخير الذي هو يحصل ثم ينسب إلى غيرهم وأنهم هم يقومون به ينسب إلى غيرهم، هذا شأن الناس ما يعقلون لا يفهمون. الشيخ رحمه الله لما ذهب إلى المملكة للعلاج كان بن مسفر يقول له: وجه براكينك للرافضة، هؤلاء محمد المعلم وفلان من الحزبين أصحاب جمعيات، هؤلاء واقفون في وجوه الرافضة، هؤلاء واقفون في وجوه الصوفية. فهذا من العجب والله أن يكون عندكم هذه الصورة أنتم الحزبيون سواء، أن الواقف في وجه الرافضة والواقف في وجه الصوفية هم غير أهل السنة، وأنهم هؤلاء المخاذيل سواء كانوا من الحزبين القدامى أو من الحزبين الجدد، أنهم هم الذين واقفون ومعتنون بالعلم إلى آخر
ذلك. فما أدري من الذي يدخل عليكم من مثل هذه المعلومات الخاطئة، يدخلها عليكم ويمليها عليكم ويشحن قلوبكم على أبنائكم وإخوانكم أهل السنة في اليمن، فلا تعرجون عليهم ولا تثنون عليهم. وهذا والله مما يلزمكم أنكم تشجعون على هذا الخير وتدفعون بالناس إلى الخير الذي يحمله الشيخ يحيى حفظه الله وطلابه الذين يدعون في اليمن دعوة عظيمة عرفها الجهال وعرفها المسؤولون وعرفها البصراء وغيرهم في اليمن، تبصروا بها وعرفوا حقيقة دعوة الشيخ حفظه الله ودعوة طلابه وما يدعون إليه من نعش العلم ونعش الخير ومن الإقبال على العلم الذي لا يرغبون عنه ولا يستعيضون به غيره. وأنت تنسب هذا الخير الحاصل في اليمن إلى الفيوش، وأن فيها آلاف الطلاب وآلاف الطالبات، تنسب هذا الخير إلى محمد الإمام وإلى الصوم الذي تعرفون حاله في العلم الشرعي وأنه من علماء اليمن، وإلى البرع المخذول الذي والله ما نعلم أنه أخرج طالبا متمكنا في العلم الشرعي. أنا ما أعرف هذا، شيء السعيدي هذاك أو أحد الذي يذكرونه واعظ، أما أخرج طالبا متمكنا في العلم، هو ليس بمتمكن وفاقد الشيء لا يعطيه حتى يخرج المتمكنين من تحت رجليه، وأنت تصوره وتجعله في مصاف العلماء وأنه قائم بالدعوة في اليمن، وأنه ما هو حول شيء البرع 6 أشهر عندكم يكون 6 أشهر عندنا، ما هو حول الدعوة في اليمن ولا هو حول شيء، حول الدعوة رجاله المعروفون حيث ما حلوا نفعوا، حيث ما حلوا نفعوا عندكم أو عند غيركم، عندهم عناية بالعلم عظيمة جدا وعندهم محبة للعلم، حبب الله لهم العلم حيث ما حلوا وقاموا الدعوة وأقاموا العلم بحسب الاستطاعة وما أتاهم الله سبحانه وتعالى. فينبغي لهذا العالم الفاضل أن يعيد النظر فيما قال، وأن الخير الذي في اليمن ينسب إلى غير أهله هذا والله من الظلم، هذا من الظلم أن تنسب الدعوة الطويلة العريضة التي أقامها الشيخ مقبل رحمه الله وأقامها طلابه حقا وفي مقدمتهم الشيخ يحيى حفظه الله، ينسب هذا الخير إلى غيره. والفيوش والفيوش والفيوش، وإيش في الفيوش يا أخي؟ ما استقروا على واحد يعلمهم، كل يوم يمكن واحد يدرسهم وأكثر من واحد يدرسهم، تخبطوا مساكين وتعبوا، تعبوا جدا، ما عندهم واحد ربما يحسن التدريس الآن يقيم لهم الدروس. وأنت ألا فيها ناس سكنوا الفيوش ليست لهم مآرف في العلم ومقاصد في العلم، سألهم عن هذا الخبر، ناس سكنوا اشتروا أراضي وسكنوا وصارت مدينة أو صارت شبه مدينة يقطنها من يقطن المدن، أما أنها مكان علم محط محض للعلم كدماج هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. هي منطقة سكنها من سكنها لما فيها من الجو الطيب ربما، ولما فيها من الأراضي الرخيصة، ولما فيها من القرب من عدن وغير ذلك، سكنها من أبناء يافع ومن غيرهم مثل ما يسكنوا غيرها من المناطق. أما سكنوها على أنهم طلاب علم هذا ربما يكون في القليل، وإلا أول ما فتحت عقارات وبيع وشراء في الأراضي، بيع وشراء في الأراضي وعقارات وتجارات. أخي ما أسست من أول يوم لإقامة العلم والخير والله، أسست لمضادة السنة وحرب السنة، وهذه نتائج كل من حارب السنة السيئة الآن، لا علم ولا حلم. فلا يغالطونك يا شيخ أنهم يقيمون العلوم ويقيمون الدعوة، من يقيم أحمد عربص يقيم العلوم؟ من هو أحمد عربص؟ نحن نعرفه، نحن نعرف أحمد عربص جاهل من الجهال، هذا من له كرسي في الحرم حقهم، له كرسي في الفيوش يعني أحمد عربص وغيره أيضا. فالعلوم لها أهلها ولها رجالها ولها من يقوم بها في اليمن والله، وأما هؤلاء جهودهم ضعفت، قد يكون لبعضهم جهود ولا نجحف الناس، ولكن جهود غيرهم من إخوانك وأبنائك أعظم وأعظم أعظم وأعظم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما أحسن تلك المقال التي كان الشيخ يكررها علينا حفظه الله، كل واحد تشرح دعوته، كل واحد تشرح دعوته، فيا ليت الشارحين يوصلون لك الحقائق يا شيخ،
يعني الشارحين الحقائق المطلعين على اليمن حقا الصادقين في نصحهم يشرحون لك ما عليه أبناؤك وإخوانك أهل السنة في اليمن ممن يقوم بالدعوة السلفية حقا ويدعو للتآخي ويدعو للتآلف ويدعو للتراحم ويدعو لكل خير وأقبل الناس على دعوتهم. أما هؤلاء مخاذيل خذلوا أهل السنة مخاذيل. ويشيد بذلك المخذول محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب رجل منحرف يا شيخ، رجل جاء اليمن للفتنة، في بداية الفتنة جاء اليمن لأجل ضرب أهل دماج المساكين وضرب دعوة الشيخ وضرب الشيخ يحيى حفظه الله. جاء اليمن من منطقة إلى منطقة، من الحديدة إلى المهرة، ورجع بعد ذلك أيضا إلى مناطق أخرى حتى وصل دماج. قد توعد أصحابه أنه سيأتي إلى دماج ويدقدق الحجوري، فعلا جاء أول مرة دق الكرسي فإذا به يتكلم عن الشيخ يحيى في كرسيه. هذا والله ظلم وبغي، وأنا ذاك المشايخ لم يرتضوا هذه الحماقة منه. فهذا داعية فتنة، وكان سبب الشقاق في اليمن مع من تعلمون الشيخ ربيع، وهم تحالفوا وتعاضدوا على أبنائك وإخوانك في دماج. حصل ما حصل بالشيخ ربيع، وأيضا كذلك بمحمد بن عبد الوهاب، وهكذا بمصدر الشر الذي أشرت إليه في كلامك، وأنه صار بعد سياسات وبعد غيرها من هذه الأمور. هذا كان حليفهم يا شيخ، هذا الذي أشرت إليه وأنه شغل بالسياسة، هذا كان حليفهم في الشر وفي ضرب دماج، في التحالف لأجل ضرب دماج. فعليهم أن يعقلوا هذا وينتبهوا لهذا الأمر. فالذي أنت الآن ترى منه الوجع وتتوجع منه هو كان حليفا لهم في ضرب دماج، حليف الشيخ ربيع وحليف محمد بن عبد الوهاب وحليف المشايخ، ثم انقلب عليهم، تآمروا علينا ابتداء وحصل ما حصل بسببهم. وهذه نصيحة، هذه رسالة لوالدنا وشيخنا صالح السحيم، أنه ينتبه. فهؤلاء والله ما أنهم ذاك الذي ربما يعظم في صدره من الدعوة السلفية. فأرسل الرسل إلى اليمن الصادقين الناصحين ليعلموك من الذي يقوم على الدعوة في اليمن، ومن الذي تجتمع لهم الجموع ومراكزهم عامرة بالخير، ومراكزهم عامرة بالسنة والدعوة إلى السنة والتوحيد. أرسل الرسل الناصحين الصادقين ليخبروك ويعلموك. وأما أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاوا فتمكن، هذا يضرك، وحبك شيء يعمي ويصم، لا يكون من هذا الباب وحاشاك.